السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض وحدات الصف الخامس الابتدائي المنهج الجديد 2023. هناخد مع بعض يونت 2 الوحدة الثانية بعنوان I want to be healthy، اريد ان اكون بصحة جيدة، اريد ان اكون بصحة جيدة. I بمعنى انا، want اريد، to ان يبقى want to اريد ان، هنا be ان اكون، healthy بصحة جيدة يبقى I want to be healthy. المنهج طبعا متعدد التخصصات، في معلومات عن الساينس العلوم، عن السوشيال ستادز الدراسات الاجتماعية، عن الماسز الرياضيات. المنهج محتاج شغل كتير، محتاج مذاكرة، محتاج حفظ كلمات، محتاج فهم قواعد، محتاج تطبيق كمان. فياريت نذاكر أول بأول، ما نتركش حاجة. المنهج سهل للي بيذاكر على طول. يبقى unit 2 I want to be healthy. وبالنسبة لفيديوهات الوحدة الأولى هسيب قائمة التشغيل في الديسكريبشن بوكس أسفل الفيديو، هتلاقوا فيها كل الفيديوهات بالترتيب درس درس، تسمعوا درس مرة واثنين وثلاثة، تحلوا الأسئلة، بعد كده تراجعوا أسئلتكم مع الأسئلة اللي احنا حلينها صح تمام غلط، أبدأ أراجع خطأي من شرح التدريبات. متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصلوكوا كل جديد. ونبدأ مع بعض صفحة 74 74. Lesson 1 الدرس الأول. Listening and reading الاستماع والقراءة. Sports الألعاب الرياضية. هنبدأ مع بعض كلمات مفتاحية، okay؟ كي vocabulary. Football 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 كرة القدم. Handball 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 كرة اليد. Squash 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 طبعا لعبة squash. Tennis 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 رياضة التنس. Swimming 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 السباحة. سيلينج 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 الإبحار. كراتي 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 الكاراتي. كونغ فو كونغ فو كونغ فو رياضة الكونغ فو. هنا مجموعة من السبورتس الألعاب الرياضية، وأي حد بيمارس الألعاب الرياضية to be healthy عشان يكون بصحة جيدة. فالألعاب الرياضية بتساعد الجسم إن هو يتم بناؤه بناء سليم. اكسترا فوكابلري كلمات إضافية، طبعا الكلمات كلها لازم تحفظ، كلمات كلها مهمة، ممكن أي كلمة تيجي في الامتحان. ماتش ماتش مباراة. بابل 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 فقاعة. بيتر بيتر بمعنى أفضل بيتر. وورس وورس أسوأ. ليتر ليتر لاحقا. سبورتس سبورتس ألعاب رياضية. جود جود جيد. جريت جريت عظيم أو رائع. جريت. جيم 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 لعبة. كلب 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 نادي. أوسم 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 رائع أو مدهش. بوبيولر 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 شعبي أو محبوب. بوبيولر زي ما قلنا الكونجيجيشن أوف فيربس تصريف الأفعال، في ريجولر أفعال منتظمة وفي إيرريجولر أفعال شاذة. الأفعال المنتظمة في البريزنت عشان أحولها الباست، يعني في المضارع عشان احولها الماضي بحط دي او اي دي او اي دي. اجري اجريد هنا يوافق وافق. تراي ترايد هنا الواي حولناها لاي اي دي عشان قبلها حرف ساكن. يبقى المضارع عشان احول الماضي في البريزنت واحول الباست لو فعل منتظم بحط له دي او اي دي او اي دي، يعني الجزء اللي بحطه له هو ثابت. اجري agreed try tried هنا حطينا دي بس عشان اخرها ايه، هنا الواي حولناها لاي. طب الفعل الايرريجولر اللي هو الشاذ او الغير منتظم بيتغير شكله. when one ملوش قاعده ثابته. when one when يفوز one فاز. go went go يذهب went ذهب. go went go went. هنا بيقول لي important expressions تعبيرات معهم مهمه and prepositions وحروف جر. good at good at يعني جيد فيه، يا اما بيجراها الفعل مضاف له ing الفعل في المصدر بس هو ضيف له ing. good at playing good at watching good at helping good at cooking او اسم بيجراها الفعل في ing او هي او اسم. كلمه looks fun looks fun يبدو ممتعا. طيب so do I وانا كذلك. so do I وانا كذلك يبقى good at looks fun. So do I.
ونكمل صفحة 75 75 اللي read and complete the sentences with words from the books. هنكمل الجمل بالكلمات. بيقول لي I am good at playing. أنا جيد في لعب إيه؟ طبعا good at جولة هي ING verb of ING. I am good at playing أكيد football. Number two. I think my team. أعتقد إن فريقي will win. هيفوز بذا ماتش بالمباراة يبقى will be well master. I play football with my friends. أنا بلعب كرة قدم مع أصدقائي. In the club في النادي. We go not when it's windy. We go sailing بنذهب للإبحار. السؤال اللي بعده جايب لي أو الجزء اللي بعده جايب لي محادثة. Listening and reading استماع وقراءة. يعني بعد ما تسمعها مرة واثنين هنقروها ونشرحها تبدأ إيه؟ تمارسها تقراها كذا مرة مع أخوك مع أختك لازم عشان المعلومة تثبت. هنا بيقول لي What are you watching? What are you watching? ماذا تشاهد? What are you watching? فقال له An old match يعني مباراة قديمة. Between يا ترى بين أو بين مين ومين؟ رانيم الوليلي and نور الشربيني. It's great. الموضوع عظيم إنها رائعة. I love squash. يبقى What are you watching? An old match between رانيم الوليلي and نور الشربيني. It's great. I love squash. I love squash. I love squash. Me too. Me too. وأنا كمان. Who's winning? من إيه؟ الذي يفوز أو من الفائز؟ Me too. وأنا كمان. Who's winning? Me too. Who's winning? قال له رانيم. She's very good at playing squash. رانيم. She's very good at. هي تكون جيدة في. At playing squash. في لعب إيه؟ السكواش. قال له I know. أنا بعرف ده. What sport are you good at? اللعبة اللي أنت كويس فيها. I know. What sport are you good at? I know. What sport are you good at? طب وأنت أنا لعبة كويس فيها. قال له I am very good at playing tennis. أنا كويس في لعب التنس. Good at جوار الفعل في ING أو I am very good at playing tennis. But ولكن دي تدل على التناقض. هو كويس في حاجة بس وحش في حاجة تانية. I am bad at أنا سيء في playing handball في لعب إيه؟ كرة اليد. What about you? وماذا عنك؟ هنقراها تاني بالإنجليش بس وتقول ورايا كتقراها لوحدكم. What are you watching? What are you watching? An old match between رانيم الوليلي and نور الشربيني. It's great. I love squash. Me too. Who's winning? Who's winning? Who's أصلاً who is? Who is? Who is? Okay. Me too. Who's winning? رانيم. She's very good at playing squash. I know. What sport are you good at? I am very good at playing tennis. But I am bad at playing handball. What about you? What about you? وماذا عنك؟ ونكمل مع بعض المحادثة. صفحة 76. هنا بيقول لي I am good at playing squash. أنا جيد في لعب السكواش. I am good at playing squash. But ولكن I am bad at أنا سيء في. برضو بط بتعبر عن التناقض. واحد حلو في حاجة ووحش في حاجة. بيحب حاجة أو بيكره حاجة. Okay. But I am bad at ولكني سيء في playing tennis في لعب التنس. I love football too. أنا بحب كرة القدم أيضا. هنا love يحب كثيرا أو يحب مشاعر بيحبها جدا جدا جدا. يبقى I am good at playing squash. But I am bad at playing tennis. I love football too. So do I. وأنا كمان أو وكذلك أنا. So do I. But I am better at tennis than I am at football. بس أنا أفضل في التنس أكتر من كرة القدم. ولكن أنا أفضل هو بيل أفضل فين في التنس أكتر من كرة القدم. Let's go. Let's be our mother. هيا نذهب. And play a game of football. ونلعب إيه؟ مباراة كرة قدم. يبقى so do I. But I am better at tennis than I am at football. Let's go and play a game of football. Yes. نعم. Let's go to the club later. يعني هيا نذهب إلى النادي لاحقا. Yes. Let's go to the club later. Yes. Let's go to the club later. Hello. Yes. نعم. And what
other sports الألعاب الأخرى. Do you watch on TV اللي بتتفرج على التلفزيون؟ يبقى أم بيجي معاها الأجهزة. Yes، لاحظ إن هنا جت كوما، هنا جت علامة تعجب. نلاحظ علامات الترقيم. طب ما ياس هي واحدة يا مستر. طبعا ياس هي واحدة، لكن المضمون منها بيختلف. يعني مثلا لو أنا بقول لك نعم يعني أنا موافق يبقى ياس. لو أنا بقول لك ياس نعم بسألك سؤال، في دهشة في حاجة، يعني مثلا لو واحد بيخبط الباب، أوكي، فواحد وأنا معرفوش فعايز أقول له ياس، ياس يعني نعم أنت مين، أوكي ماشي، ده سؤال. طب ياس مثلا لو مثلا ابني جه البيت متأخر فأقول له ياس نعم أنت جيت متأخر ليه؟ أنت إيه اللي أخرك؟ في علامة تعب. يعني ياس بتختلف، هي كلمة واحدة، ممكن تحط وراها كوما، ممكن أحط وراها اكسكليميشن مارك علامة تعجب، ممكن أحط وراها كويستشن مارك سؤال، نعم عايز إيه؟ أوكي؟ يبقى أنا ياس. أند وات أذر سبورتس دو يو واتش أون تي في؟ الألعاب اللي تتفرج عليها على التلفزيون. قال له أي لاف واتشينج، لاف بيجوان جي أو اسم، أنا بحب واتشينج كراتي، أتفرج على إيه؟ على الكراتي. أند كونغ فو، كمان الكونغ فو. أند يو، وأنت؟ قال له ماي فيفورتس يعني ألعابي المفضلة are swimming السباحة and sailing والإبحار. My favorites are swimming and sailing. Okay. Sailing looks fun. يبدو الإبحار ممتع. Sailing looks fun. Sailing looks إيه؟ fun. قال له great عظيم. So what time do you want to play football؟ إمتى عايز تلعب كرة قدم؟ What time do you want to play football؟ قال له about five، حوالي الساعة كام؟ خمسة. About five. رد عليه وقال له awesome، awesome يعني رائع. See you in the club later. See you أراك in the club في النادي. Later فيما بعد. هنا يجيب لي سؤالين اختيارات. رانيم is very good at playing squash. رانيم كويسة في لعب إيه؟ السكواش. They are going to play football. هم هيلعبوا كرة القدم. In the جيب لي طبعا أربع اختيارات. هل in the club يعني في النادي، ولا جاردن في الحديقة، ولا ستاديوم في الاستاد، ولا فيلد الحق؟ طبعا هي كلاب. كلاب فين؟ في النادي. ونكمل صفحة 77. 77 بيقول لي ايه؟ عشان اتكلم عن الالعاب الرياضية ممكن استخدم ايه؟ ممكن اقوله What sports الالعاب الرياضية do we have in Egypt اللي عندنا في مصر. What sports do we have in Egypt؟ قال له we have sports عندنا العاب like football tennis and swimming. عندنا العاب لايك هنا بمعنى مثل زي، هنا حط فوتبول كوما تنس ثم ايه كوما اند سويمنج، يبقى حط كوما كوما والكلمه اللي قبل الاخيره بحط قبلها ايه اند، يبقى بحب كره قدم والتنس والسباحه، بس عشان ما اكررش كلمه اند لسهوله الكتابه. يبقى وات سبورتس دو وي هاف ان ايجيبت؟ قال له وي هاف سبورتس لايك فوتبول تنس اند سويمنج. قال له ويتش سبورتس، ويتش سبورتس would you like to try؟ ايه الالعاب اللي انت حابب تجربها؟ which sports would you like to try؟ قال له I would like to try squash، انا عايز اجرب ايه؟ السكواش. I would like to try squash. يبقى what او which sports، which sports would you like to try؟ عايز تجرب ايه؟ قال له I would like to try squash، عايز اجرب ايه؟ السكواش. كده ايه سؤال، what's the most popular sport in Egypt؟ ايه اكثر الرياضات شعبية في مصر؟ What's the most popular sport in Egypt؟ قال له I think football، اعتقد كرة القدم. Is the most popular، الاكثر شعبية. I think football is the most popular. I think football is the most popular. نحل مع بعض. Read and complete the following dialogue with words from the books. دايلوج محادثة ناقصة مجموعة كلمات. هنا بيقول لي عمر وأحمد. هلو أحمد. What's your favorite sport؟ إيه لعبتك المفضلة؟ قال له I am good at. good at بيقول اسم أو فعل في ing. هنا مفيش فعل في ing يبقى فوتبول على طول. أنا كويس فين؟ في فوتبول، في كرة القدم. So it's my favorite، دي هي رياضتي المفضلة. قال له جريت عظيم. Where do you where do you play it؟ أكيد بتلعبها فين؟ قال له I usually play it at the club، بلعبها فين؟ في النادي. What about وماذا عنك؟ يبقى what about you، وماذا عنك؟ قال له my favorite is tennis، رياضتي المفضلة التنس. I like watching matches on TV، بحب اتفرج على المباريات على التلفزيون. قال له so do I، وكذلك انا.
ليتس واتش ا ماتش توجذر، يلا نشاهد المباراه معا. يبقى عشان احلل المحادثه صح لازم اكون قاري المحادثه كويس، مكررها كويس، حافظ الكلمات اللي فيها، فاهم فاهم. يبقى عشان احل، وعشان احل المحادثه كويس لازم اكون قاري المحادثات كويس، حافظ الكلمات كويس، فاهم القواعد، مطبق المحادثه، مكررها كذا مره، محادثات مهمه جدا. ومعانا قاعده جميله وبسيطه في صفحه 78 بيقول ايه؟ ريمبر، تذكر، الكومبيراتيف دي المقارنه بين اتنين، ان سوبرليتيف المقارنه بين واحد ومجموعه، ادجكتيفز يعني صفات المقارنه بين اتنين وبين واحد ومجموعه. يوسج الاستخدام بيقول لي وي يوز كومبيراتيف ادجكتيفز، بنستخدم صفات المقارنه بين اتنين، تو كومبير تو سينجز عشان اقارن حاجتين شيئين، بيبول شخصين، اور بليسز او حتى مكانين بقارن. تعال نشوف كده، هنا بيقول لي ايه الصفات القصيرة، طبعا خدتوها السنة اللي فاتت ودي مراجعة. بقول تؤى از تولر ذان رقية، تؤى أطول من رقية، يبقى أحط للصفة القصيرة اي ار ذان، يبقى لما أجي أقارن بين اتنين في الصفة القصيرة اي ار ذان. يعني إيه صفة قصيرة؟ يعني مقطع واحد، تول تولر ذان، تول تولر ذان. طب تعال نشوف اللونج أدجكتيفز أو الصفة الطويلة، لما عاوز أقارن بين اتنين في الصفة الطويلة بحط قبل الصفة مور أو لس وبعديها ذان. زي إيه يا مستر؟ ماس از more difficult than English، الرياضيات أكثر صعوبة من الإنجليزي، يبقى more difficult than. طب ليه عملوا كده؟ هنا tall taller than طبيعي النطق مقبول، لكن ما ينفعش هنا difficult أحط لها ER، ما ينفعش. فيحلوها إزاي؟ قال الصفة اللي تتكون من كذا مقطع في النطق بحط قبلها more وآخرها than أو less وthan، يبقى more than أكثر من، less than أقل من، يبقى الصفة القصيرة بين اتنين بحط ER than. طيب الصفة الطويلة بين اتنين بحط قبلها مور أو لس وبعديها زين، قبلها مور أو لس وبعديها زين. طيب في صفات شاذة، يعني إيه يا مستر؟ يعني جود تحولها بيتر زين، جود يعني جيد، جود يعني إيه؟ جيد. طيب بيتر زين أفضل من، طيب باد يعني سيء، طب وورس زين أسوأ من، يبقى جود بيتر زين، جود بيتر زين، يبقى جود. اقول احمد از جود، احمد جيد. طيب احمد از بيتر ذان محمد، يبقى هنا بقارن بين اتنين فاحط بيتر ذان. طيب مثلا منى از باد، منى سيئه، منى از وورس ذان علياء، منى اسوا منين؟ من علياء. يبقى جود بيتر ذان وباد وورس ذان، بيتحفظوا كده. اي ثينك اعتقد، كونغ فو از وورس ذان كراتي، هو اسوا من الكراتي. اي ام بيتر ات تنس، انا كويس في التنس. ذان اي ام at football اكتر منين؟ من كرة القدم. يبقى worse than اسوأ من، better than افضل من. وبالنسبة للمقارنة بين واحد ومجموعة بيقول ايه؟ we use superlative، نستخدم superlative adjectives الصفات للمقارنة بين واحد ومجموعة، to compare عشان نقارن، three or more things تلاتة او اكتر من، places or people سواء اماكن او سواء اشخاص. superlative adjective صفات المقارنة بين واحد ومجموعة، عندنا short adjectives وعندنا long adjectives. الصفات القصيرة لما أقارن بين واحد ومجموعة بعمل إيه؟ بحط قبل الصفة ذا وبعد الصفة est، يعني زي the shortest الأقصر، طب the cleverest الإيه؟ الأمهر. يبقى سلمى is the shortest girl in the class، هي الأقصر في الفصل. سلوى is the cleverest girl in the class، الأمهر في الفصل. يبقى أنا بقارن بين واحد ومجموعة، بين سلمى وفصلها، بين سلوى وفصلها في الصفة القصيرة. short تبقى the shortest، short تبقى the shortest، طب clever تبقى the cleverest، clever تبقى the cleverest. دي short adjective الصفة القصيرة المقارنة بين واحد ومجموعة. طب تعال نشوف الصفة الطويلة المقارنة بين واحد ومجموعة، long adjective صفة طويلة، بحط قبل الصفة the most أو the least. وليه؟ منى is the most beautiful girl in our school، منى الأجمل في مدرستها، يبقى the most الأكثر جمال، طب the least الأقل. يبقى المقارنة بين واحد ومجموعة في الصفة الطويلة بحط قبلها the most أو the least. طب برضو في صفات شاذة، احنا قلنا good لما أجي أحولها من اتنين better than، طب بين واحد ومجموعة the best، يبقى good بمعنى جيد، طب the best الأفضل. طيب bad يعني سيء، the worst الأسوأ. يبقى المقارنة بين واحد ومجموعة في الصفات الشاذة good تحول إلى the best وباد تحول إلى the worst.
طب مثال I think football is the best sport in Egypt. أعتقد كرة قدم هي الأفضل في مصر. طبعا عشان أحفظ القواعد بسهولة لازم أفهمها الأول وأحفظ مثال على كل قاعدة أو جملة على كل قاعدة، حتى لو جملة سهلة هيسهل لي بعد كده إن أنا أفتكر القاعدة وإن أنا أحلها بسهولة. ونحله مع بعض صفحة 79 General Exercises تدريبات عامة on Lesson 1 على الدرس الأول. Read and complete يعني اقرأ وأكمل the following dialogue المحادثة الآتية with words from the books بالكلمات اللي موجودة هنا في الصندوق. هنا قال لي تنس time playing sports. هلو وائل what not do you like to watch؟ يبقى what أكيد what sports الألعاب الرياضية اللي بتحب تتفرج عليها. قال له I love watching swimming أنا بحب أتفرج على السباحة بس وتنس كمان والتنس and football وكرة القدم. قال له so do I وأنا كمان and I am good at وأنا كويس في playing tennis في لعب التنس. قال له let's go to the club يلا نروح للنادي and play later وأنا ألعب فيما بعد. قال له what time على طول عشان الإجابة وقت. What time do you want to play؟ امتى عايز تلعب؟ قال له about 5 o'clock حوالي الساعة كام؟ 5. السؤال الثاني read and match A with B اقرأ وصل العمود A بالعمود B. بيقول لي what sports الألعاب الرياضية do we أنا عايز سؤال يبقى do we have in Egypt؟ هنا في علامة استفهام اللي عندك في مصر ودي الوحيدة اللي سؤال. اوكي we are playing handball احنا بنلعب A handball at the club في النادي. I am good at على طول I am good at swimming. طب ليه مش I am good at the club؟ طبعا ما تنفعش هي I am good at أنا كويس في السباحة. He is watching هو بيشاهد a squash match يعني مباراة squash on TV. I am better at kung fu أنا كويس في kung fu than I am in tennis أكتر من إيه؟ من التنس. ده بالنسبة لسؤال إيه؟ التوصيل. السؤال الثالث read and complete يعني اقرأ وأكمل the text النص with words بالكلمات from the books. هنا club نادي sports ألعاب رياضية football كرة قدم playing اللعب eating الأكل. بيقول لي we are watching a squash match احنا بنتفرج على مباراة squash. I love squash أنا بحب السكواش and I am good at playing وأنا كويس إيه في لعب التنس. تو ايضا my brother is good at playing كويس في لعب ايه اكيد في لعب الفوتبول مفيش غيرها. يبقى خدنا playing وخدنا فوتبول. my mom يعني امي my mom's favorites مفضلات امي are sailing الابحار and handball. okay my brother and I play many sports بنلعب الكثير من الالعاب الرياضية in the club في النادي اكيد. In Egypt في مصر we have many kinds عندنا أنواع كتيرة من إيه؟ Of sports من الألعاب الرياضية. ومعانا صفحة 80 بيقول لي reorder أعيد ترتيب the words الكلمات to make عشان تعمل أو تكون correct sentences جمل صحيحة. بيقول لي let's بيقولها المصدر لازم أعرف مكونات الجملة. let's play football later عشان اعرف اكون الجمله لازم اعرف مكوناتها لازم اكون الجمل مذاكرها وفاهمها وعارف ازاي جت كده. اوكي وحافظ الكلمات. هنا اي ده الفاعل فين الفاعل اي لايك انا بحب تو تراي ان احاول او اجرب نيو سبورتس العاب جديده عايز اجرب العاب جديده. هنا ويتش يبقى ويتش سبورتس Would you like to watch? هنا what? What is the most popular sport in Egypt? إيه أكثر لعبة محبوبة فين؟ في مصر. السؤال اللي بعده بانك تويت بيقول لي let's play squash ال L capital okay أبوستروفي وفي الآخر فول ستوب. السؤال اللي بعده سليم is watching
التنس ماتش، سليم بي ايه بيتفرج على المباراة، سليم ده اسم شخصي والاس كابيتال، وفي الاخر برضو ايه فول ستوب. وبالنسبة للسؤال السادس، write a paragraph، اكتب موضوع او فقرة انشائية of 30 to 40 words، من 30 ل 40 كلمة، using the following guiding elements، باستخدام ايه العناصر الارشادية. جيب لي مجموعة من الكلمات، العنوان sports in Egypt، الالعاب الرياضية في مصر، جيب لي play football، swimming، good at، squash، karate. طبعا احنا قلنا في فيديوهات خاصة بشرح الباراجراف، لكن هنحله ده مع بعض عشان تعرفوا طريقة حل الباراجراف. هكتب العنوان في نص السطر، all sports in Egypt. يعني ايه sports in Egypt؟ الالعاب في مصر. ولازم ايه يبقى في نص السطر، لازم تكون من العلامات التنصيص، اترك مسافة في اول سطر. ممكن اقول يوجد الكثير من الالعاب الرياضية في مصر، يبقى there are، يوجد a lot of sports، الكثير من الالعاب الرياضية، نراها علامات الترقيم. in Egypt، فين؟ في دولة مصر. full stop، يبقى العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، اسيب مسافه في اول سطر اسمها indentation، ابدا بالحرف الاول كابيتال وفي نهايه كل جمله فول ستوب، المسافه في الاول بس مش في كل جمله كده، ابدا من الاول عادي. اوكي، فكده ممكن اقول I am good at playing football، انا كويس في لعب كره القدم. I am good at playing football. طبعا المكان ضيق فبنكتبه بخط صغير شويه، اهم حاجة انت ايه سيب مسافة من الكلمة والتانية، مسافة صغيرة، مسافة حرف واحد عشان الكلام يبقى واضح. اوكي، كده ممكن اقول له I love watching football matches، انا بحب العبها وكمان بتفرج عليها او بحب اتفرج عليها، يبقى I love watching football matches on TV مثلا، بحب اتفرج المباريات على التلفزيون. فول ستوب. طب ممكن اقول ايه انا كويس او انا مش كويس في السكواش عادي، I am not good at squash، انا مش كويس في السكواش. طب ممكن اجيب سيرة اخويا او اختي، my brother، اخويا is good at swimming، كويس في السباحة. اوكي، يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنكتب العنوان في نص السطر، بسيب مسافة في أول سطر، الحرف الأول كابيتال، في نهاية كل جملة نقطة، تاني سطر وتالت سطر ببدأ عادي من الأول، حرف الأول كابيتال، في نهاية كل جملة نقطة، بسيب مسافة حرف واحد بين كلمة وكلمة عشان خطي يبقى جميل، مش هنقعد نعد مثلا 30 40 كلمة، تكتب مثلا سبع جمل، ثمان جمل، اوكي؟ تكتب الوسط. طبعا احنا خدنا خلاص بلاي فوتبول، خدنا سكواش، خدنا سويمنج، خدنا جودات، ما خدناش كراتي. بقول هي، هو بتكلم على اخويا، هي ازنت جود ات كراتي، هو ليس جيد فين في الكاراتيه. يبقى احنا كده خلصنا الوحده الثانيه، الدرس الاول، الوحده الثانيه بعنوان اي وونت تو بي هيلثي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير عشان يوصلوك كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد هو فيديو الدرس الثاني للوحده الثانيه للصف الخامس المنهج الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.